تبقى خلاص اتحسبت علامة وجات لك من عند ربنا عشان ترجعي عن قرارك اللي فات، تسيبي عاطف حجازي وكمي للأبد. لا يا دليل، لا. يعني ايه لا؟ يعني مش هسيب الناس اللي دخلوني ووصلوا لي للوحل والخراب ده، مش هسيب الناس اللي خلوا الظلم ده كله موجود، مش هسيبهم عايشين بيبرقوا ويتحكموا في خلق الله وهم أوطى خلق الله. هكشفهم، هكشف الحقيقة. كرمة، انت ناوي على ايه بالظبط؟ فهميني. لا حاجة بسيطة خالص، هفتح درج مكتبي واطلع قنبلة تنسفهم كله. يا نهار اسود، قنبلة؟ مش هسيب حقي. ايه ده؟ المكتب مقلوب؟ لا. ايه في ايه؟ فتحوا مكتبي وكسروا كل حاجة وسرقوا كل الملفات. سرقوا كل الملفات جنب الكون. الله عليك، الله عليك، تسلم ايديك يا اسد. هو انت كده بقى مفيش منك؟ فعلا يا جابر بيه، فعلا مفيش مني، بس مفيش مني في الندالة وقلة الاصل. لا يا دكتور، ايه النغمة اللي بتزعق دي؟ عايز تبوظ علينا فرحتنا بدري ليه؟ بص يا جابر بيه، انت من حقك تفرح، لكن انا بقى مش قادر ابص لنفسي. مش قادر تبص لنفسك؟ ايوه يا باشا. يا جابر بيه فهمني، انا سرقت يعني بقيت مجرم، واللي سرقتها دي واحدة بتحبني وبحبها، والمفروض انها هتبقى مراتي. مين اللي قال كده؟ ازاي مين اللي قال كده؟ ما هو ده اللي حصل فعلا. يا دكتور، السرقة انك تاخد حاجة ملك حد من وراه، انما الورق ده حقي انا، شغلي ومستنداتي، مش حق الاستاذة كرمة. يا نهار اسود، دي هي. خد يا شريف. وشريف دخلوا ايه باللي انت بتعمليه ده؟ خد يا دنيا دلوقتي وسيبيني. رد يا بني ادم، رد. ارد ازاي بس يا جابر بيه؟ اكيد وصلت الفيلا وعرفت اللي حصل وتاكدت ان انا اللي عملتها. متاكده ازاي بس؟ ما البنت قريبتها دي معاها نسخه مفتاح الفيلا. انسى انسى يا باشا، كربة تشك في صوابع رجليها وما تشكش في داليا، وبعدين هي كانت بايته معاها امبارح بالليل وكانت معاها طول النهار كمان. طيب يبقى ده ادعى انك ترد عليها عشان ما تشكش فيك زياده. يا ابني رد، ما تتوترش، رد عادي، اتصرف طبيعي، انا معاك مش هسيبك. رد. ايوه حبيبتي. يا شريف، يا شريف حرام عليك يا اخي، انت بتدمرني. بدمرك ليه بس حبيبتي؟ ايه اللي حصل خير؟ يا شريف، ثلاث مرات بكلمك وما بتردش عليا، ومصيبه محتاجه لك. مصيبه؟ مصيبه ايه دي خير؟ ما هو ما ينفعش كل مره اوصل فيها ما الاقيكش، افرض بموت يا اخي. بعد الشر عليك يا حبيبتي، اهدي بس، اهدي وفهميني ايه اللي حصل. اتسرقت. الكلب اللي اسمه جابر الكومي كسر مكتبي وخد كل ملفاته. جابر الكومي؟ ايوه طبعا جابر الكومي، مفيش غيره، هو الوحيد المستفيد من الملفات دي، وانت الوحيد اللي ممكن تساعدني يا شريف. ساعدك؟ طبعا يا حبيبتي، انا جنبك وواقف جنبك وهساعدك. شوفي انت عايزه ايه وانا اعملهولك على طول. تشهد بالحوار اللي سمعته بينه وبين عاطف حجازي في الحفله. احنا لازم نكشف كل الحقيقه، لازم نقول لهم ان هم ادوا لي الفيلا دي ببلاش وورطوني في العقد اللي مضيته. ايوه يا شريف، ما تخافش، صدقني هفضل جنبك، انا اعرف كل الاجراءات. مش هخليهم يمسوا شعره منك والله، بس ساعدني. طيب. في يا جابر بيه؟ بتضحك على ايه؟ بضحك على خيبتك طبعا. خيبتي؟ انا اسف يا دكتور، ما قصدتش، بس يعني لا في حاجه بت يعني انت مرعوب وخايف وشاكه فيا ومش عارف ايه، وكله تلاقي كلام فاضي. الست كانت بتدور على رجلها عشان تعيط على كتفه. يا جابر بيه افهمني، كارما ناويه تبلغ النيابه وناويه تقلب الداخليه كلها، موضوع كبير افهمني. ايه ايه؟ الداخليه؟ سيبي لي انا والنبي الطلعه دي. طلعت ايه مجنونه انت؟ ايوه طبعا لازم اتجنن، ما دام حضرتك قررتي تلعبي مع الوحوش وتقضي علينا، سيبيني بقى استمتع باللحظه. جرالك ايه؟ اتهبلتي؟ ايوه طبعا لازم اتهبل، هو حد يشوف المزه القمر ده وما يتهبلش؟ مزه؟ الو؟ معقول؟ انا مش مصدق نفسي. ثانيه واحده. طب روح دلوقتي وانا ابعت لك. طب ساعدتك بالنسبه لكشف التحريات. يا عم التحريات مش هتطير، قلت لك هبعت لك. اتفضل يا فندم. شكرا. بس ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ايه ده بجد؟
مفاجأة جميلة. أصل أنا كنت متخيلة إن حضرتك مش طايق تشوفني تاني ولا تسمع سيرتي يعني ولا أي حاجة. لا بقى، أنت واضح إن أنت قلبك أسود أوي. إحنا يا بنتي مش قلنا إن ده سوء تفاهم وتصالحنا خلاص؟ يبقى خلصنا. أنا قلبي أسود على فكرة بقى، أنا قلبي أبيض جدا ومش بفكر في أي حاجة وحشة ولا طيب. على فكرة إحنا اتسرقنا. إيه؟ الفيلا بتاعت كارما اتسرقت، والذهب والفلوس والملفات القضايا وكل حاجة. مش معقول، حصل إمتى الكلام ده؟ كلموني من 5 دقايق بالظبط يا ريس، فأنا هستأذن سعادتك أروح أعمل معاينة بنفسي عشان أعرف في إيه. وتروح بنفسك ليه يا يوسف؟ ما تشوف مين المختص في المديرية يعمل المعاينة. ما ينفعش يا ريس، يعني هم لجأوا لي وبعدين تبقى مجاملة قدام الموقف اللي عملته معانا كارما قدام مختار بيه، وبعدين الواقعة فيها شيء غامض يا ريس ومحتاجة شغل مضمون أوي. غامض إزاي يعني؟ واضح إن كارما سليم عندها اتهام مباشر لشخص بعينه، ومأجلة الكلام لحد ما تقعد مع حد بتثق فيه شوية، خصوصا يا ريس إن الشقة اتفتحت بمفتاح، الباب ما اتكسرش. كان لازم أكسر باب الفيلا يا جابر بيه عشان تبان إنها سرقة من حد غريب، أنت اللي صممت إني أخش بشكل طبيعي. أنا لو كنت عايز أكسر باب الفيلا كنت أجرتها الجام يا شريف. ما كنا عملنا كده من الاول وخلصنا. تهدي النيله، هنعيده من تاني. انا قلت لك كسر الباب ده موضوع خطر. ثانيا احنا ما بنعرفش ميعاد رجوعها للفيلا، بس حتى لو رجعت وبالتحديد لقيتك انت هناك، انت اكيد هتلاقي الف مبرر لوجودك هناك. يا جابر بيه افهمني، كارما مسرها تفوق من الصدمه اللي هي فيها دي وتفتكر انها ادتني نسخه من مفتاح الفيلا. مش هتشك فيك انت صدقني، هي هتشك فينا احنا. هي حاسه ان احنا معنا نسخه من المفتاح. بس انا برضو جاهز الاتهام ده ومظبط كل حاجه. ربنا يستر بقى. هيستر، هيستر ان شاء الله. بس انت متاكد انه مفيش حد شايفك هناك يا رجب؟